فتحي الله مصاب. نقرب من الصوره بشكل اكبر، نروح لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. طمنا يا كريم، الجديد عندك بخصوص الفريق ايه؟ انا يمكن اخد خبر اخر خبر يمكن انت قلت امير، قالوا ديانج بالفعل وصل اليوم، يمكن لم يشارك في التدريبات بشكل كامل، لكن في برنامج بوضع له، يمكن هو ما شاركش في المعسكر الخاص بالامارات اللي كان فيه تدريبات مكثفه، منها رفع معدلات اللياقه البدنيه، ومنها ايضا كمان الانسجام الكبير بين ريني فايلر المدير الفني واللاعبين بشكل كامل. فالنهارده وصل بالفعل اليو ديانج، دخل على الجيم مباشره، كان في جري خفيف بسيط ليه، لم يشارك اليوم في التدريبات، لكن بشكل عام طبعا انت عارف امير العدد قليل شويه بالنسبه للشكل العام اللي احنا بنشوفه للنادي الاهلي في تدريباته، وعندنا يمكن نخبه مميزه جدا في المنتخب الاولمبي، وايضا كمان في المنتخب الاول جيرالدو وعلي معلول، ففي نقص عدد اكيد، لكن الاستعانه بالشباب والشباب المتواجدين مميزين جدا ان شاء الله يتوفقون بشكل كبير. انا عايز اسالك على مستوياتهم يا كريم في التدريبات، اخبارها ايه الشباب بالتحديد؟ قطاع الناشئين كالعاده مميز بالسكور، يعني بالذات لعيبه كثيره جدا ما بتاخدش فرصتها طبعا نظرا لتالق كل اللاعبين في الفريق الاول، لكن مجرد ان احنا بنشوف امثال عربي بدر محمد عبد المنعم، امثال اي لعيب بيكون متواجد بيأدي بشكل جيد جدا، بيكون في اثناء عليه من الجهاز الفني بالكامل، سواء من ديني فايلر او من كابتن سيد عبد الحفيظ، لان اللعيبه يمكن عندنا خامات وعندنا لعيبه مميزه جدا، واهم من الموضوع ده روح النادي الاهلي والاصرار الكبير والحافز الكبير طبعا طبعا طبعا، فيمكن دي الحاجه المبشره جدا ان احنا عندنا قاعده مميزه وعندنا لعيبه مجرد ان هي بتخش القطاع او بتخش مع الدرجه الاولى بتقابلهم النجوم الكبار بينسجموا سريعا، فان شاء الله باذن الله كل اللعيبه اللي متواجده يكون ليها دور خلال المرحله القادمه. ارجع تاني معاك انت ايضا كمان للتدريب النهارده، اتفضل. يعني نقدر نقول كان في فقره بدنيه خفيفه من 10 دقائق او ربع ساعه، ومباشره بعض تدريبات الكره تقسيمه مصغره، نقدر نقول في ثلث ملعب، في حماس، في جديه، في تركيز كبير. النادي الاهلي بيحضر اكثر من تحضير امير زي ما انت عارف، مباراه الجونه ومنها مباراه تونس، يعني يمكن اقدر اقول لك خبر ليك بالنسبه للبرنامج، طبعا كان النادي الاهلي هيسافر مباشره عقب مباراه الجونه من مطار الجونه الى القاهره، من مطار القاهره مباشره. ده خبر مميز جدا، يعني ده قرار اكثر من رائع من الجهاز الفني ان هم يسافروا مباشره من مطار الجونه او من مطار الغردقه يعني بالتحديد لتونس، تجنبا طبعا للارهاق والجريمه. يعني بس مطار القاهره امير، يعني ومنها للصاله مباشره، يعني ده الامر. ايوه يعني اللعيبه مش هيرجعوا لبيوتهم بعد مباراه الجونه، هم مباشره على المطارات على طول لغايه لما يوصلوا باذن الله لتونس سالمين باذن الله يعني. بالظبط، ده الامر اللي احنا يمكن طبعا من خلال المعلومات متاكدنا منه، ان شاء الله يمكن نقدر نقول ان هي يعني ان شاء الله بتكون ان هي ما تبقاش رحله شاقه، لان النادي الاهلي عنده هدف كبير جدا طبعا، مباراه صعبه، مباراه ليها حسابات خاصه في التحضير بكافه الاتجاهات، سواء لمباراه الجونه اللي باكد ايضا على كلامك استعانات بالمحاضرات الفيديو المستمره، اللقطات اللي ممكن مستر ريني فايلر بيحاول ان هو يفرجها للاعبين، كل نقاط القوه والضعف كل الكلام بيشتغل عليه بشكل كبير جدا، وايضا كمان كل يعني الشغل الشائع دلوقتي هي مباراه الجونه، لكن اكيد انت عارف ان النادي الاهلي دماغها البطوله الافريقيه، دماغها مباراه النجم الساحلي، نتمنى يبقى فيها تاثير على مباراه الجونه، ناخدها مرحله مرحله، نبدا في مباراه الجونه والاداء المميز كالعاده للنادي الاهلي والانتصار، ومنها ان شاء الله في مباراه النجم الساحلي اللي باذن الله ثقتنا الكبيره في اللاعبين نعود من هناك بنقاط غاليه ان شاء الله تساعد النادي الاهلي في دور المجموعات. الكل متواجد، الكل بجديه بحماس كبير كالعاده، النادي الاهلي الثاني تدريباته غدا في الرابعه عصرا، تحديد كمان لمباراه الاتصالات، مباراه يوم الثلاث ان شاء الله تكون جرعه تدريبيه قويه يظهر فيها كل اللاعبين، وان شاء الله يكون في تطبيق لمستر ني بايلر اللي بيشتغل بشكل مميز جدا بشكل يومي مع فريق النادي الاهلي. زميلنا وصديقنا العزيز كريم احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله واللي اتكلم فيها في بعض الامور الهامه، واهم هذه الامور فيما يتعلق برحله الفريق لتونس. كام يوم كده في الحلقه او في احدى الحلقات يعني خاصه ببرنامج كلام في الميديا، قلنا لحضراتكم الموضوع هيبقى صعب قوي، هيبقى فيه جهاد، حتى لما جبنا المتحدث الرسمي للنجم الساحلي وكان بيقول ان النادي هناك نجم ساحلي